كنت واجد اليوم بالعمران بمدينة المحمدية. الاسم كريم جمال الخنتي. الصفة مدير الوكالة ديال العمران المحمدية وبن سليمان. وبالفعل هذا مشروع اللي اشرفت عليه المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء ما يقرب على 22 سنة، فدخل في واحد الإطار ديال المحاربة ديال السكن غير اللائق وتصوب منه ما يقرب على تقريبا ثلثي، يبقى واحد ثلث من الوعاء العقاري العام. بقعة ديال الوحدة معروفة فيها أكثر من نصف اللي هو مبني، ومن الأحياء اللي كانت ناجحة من الناحية المعمارية ومن ناحية طبعا الموقع ديال المشروع، بقى واحد الطرف الأخير مازال فيه مدن القصدير للمساحة ديالو. ما عندناش المساحات الدقيقة، ولكن كتهم ما يقرب دابا الآن على حسب الإحصائيات. عندنا ما عندناش الأرقام بالضبط، ولكن أعتبر أكثر من 200 أو 300 بقعة أخرى. هادو اللي كيحتجوا الآن عندهم بقع مستفدين، علما أنه قبل كانوا كيعرفوا بأنه كان هاد المشروع كله كان فيه دور صفيح. كان واحد العمليه تعرفت في 2003 2004 هي رياض السلام، مشاو ليها وما يقرب على 800 عائله او 900 كانت شرفت عليها مندوبيه الاسكان، وترحلوا جهه مرجان، وبقى واحد العدد الاسر اللي كانوا بقاو في مدن القصدير الان مازال قائم فوق هذه القاعده ديال الناس. حنا هذه عام سنه ونصف باش تبين لنا واحد الوعاء العقاري وسط هذوك البرارك خاوي، قلنا ما يمكنش يبقى خاوي، علاش ما نديروش ليه صفقه ونقوموا بالتجهيز ونسلموا لهاد الناس اللي قلت هي قاموا بوقفه احتجاجيه فيها ما يقرب على 93 بقعه. بدينا راني نعطي من بعد الاخت مريم القباج، هي مهندسه الدوله ومشرفه على المشاريع بالمحمديه ومشرفه على هذا المشروع هذا. بدات هذه الصفقه هذه وعرفت واحد التعثرات كثيره، غنخلي لها الكلمه باش تعطي توضيحات اكثر، ولكن اؤكد انه ما كيتكلموا على 22 سنه، حنا ما يمكنش يعني ان نتحملوا هذا التراكم اللي عنده تداعيات ديالو تاريخيه واشواط ومحطات اللي كانت فيها رجالات الى اخره. اللي كنتكلموا عليه اليوم اشنو عمل العمران في الشكل الجديد ديالو في المقاربه لهذا المشروع اللي فعلا خدا واحد الوقت اكثر من اللازم، وشنو دار عمليا هي هذه الصفقه اللي طلعتو وغتصوروا الشركه كاينه تما، وكانت لقات صعوبات كبيره باش تبشر الاشغال. غنعطيكم التوضيحات وغتوريكم الوثائق وغتوريكم الصفقه وغتوريكم الاجل ديالها. اذا كاين عمليه اخرى اللي قمنا بها هي قضيه ديال هذوك الناس اللي بناو في الوحده على التترات ديالهم، كذلك حتى هما 22 سنه وما كنتظروش حتى يديروا شي وقفه احتجاجيه. حنا كنشتغلوا معاهم وعددنا الملف التقني والتوبوغرافي والمعماري باش نصيفطوه للوكاله ونوجدوا لهم التترات ديالهم. طلبنا الترخيص بالاشطر. وكاين قضيه اخرى اللي مهمه بمكان هو دوك البراك اللي كاينين الان، بغض النظر على 93 بقعه، كاين عمليات اللي شرف عليهم سيدنا الله ينصرو مؤخرا هاد السنوات الاخيره، راهما يعني في تقدم كبير في الانجاز باش يمشيو للبقعة المخصصة لهم. وحنا كعمران عندنا ما يقرب هذه 22 سنة كذلك 126 شقة في النصر مخصصة واحد المجموعة ديال سميتو الحالات باش يمكن يتم الإخلاء الكلي ديال هاد الجزئية هذه. والعمران طبعا العمل اللي قمت به في خلال هذه السنة مقارنة مع 22 سنة أعتبره يعني عمل اللي هو مجهود لابد من هذا كله. كلام جميل ومنتجات جيده بالنسبه للعمر، ولكن اين يكمن المشكل الان بالنسبه لهاد الناس هادو اللي اليوم دايرين واحد الوقفه احتجاجيه؟ هو علاش هاد الامور اللي هي في الميدان وفي عين المكان وما كيتمش التصريح بها، على الاقل الاقرار بها. هادو معطيات حقيقيه، ملي كنقول لك بان العمر يستثمر اكثر من 100 مليون 150 مليون صفقه باش نجهزوا 93 بقعه، منهم الناس اللي هما المهاجرين، كان على الاقل يذكروا هذه المعيقات وهذه الصعوبات اللي كتلقى العمران. فهذا مجهود اللي هو مهم تبدل مع مختلف الاطراف ومختلف الشركاء من العمله والبلديه والسلطه يعني اللي دعمونا في هذه المسيره هذه. بقينا في هذه المحطه الاخيره مع الناس القاتلين دور الصفيح على اساس باش يكون يعني واحد الحوار متواصل باش يتم الاقناع ديالهم بانه كيف هما كيطلبوا يتصن الحق ديالهم وتكون له ضمانات ديالهم، حتى هادو
يعني اللي هما 22 سنه في الانتظار. انا الاول اليوم باش على الاقل نحيدوا هاد 100 بقعه او 93 بقعه الى حين ان شاء الله يتم اخلال ما تبقى العمره، هي مستعده عاود ندير اعلان صفقه جديده باش تم تجهيز ديال الكلي ما تبقى من العمليات الوحده، لان عمليه اللي عمرات بشكل كثير كبير. وكنزيد ناكد من العمليات الناجحه بالمحمديه على الاقل بالشق، وإلا طلعتوا درتوا روبورتاج تما غادي تشوفوا من الناحيه المعماريه ومن ناحيه تما. فاذا كنزيد ناكد بان العمران مازال محافظ في الرصيد ديالو العقار على 126 شقه خاص تمشي ليها، واش راه كنا وقعنا تصريحات في الاعلام البصري وداك الشيء وطرقنا له. وكنزيد ناكد بانه العمران اليوم باشر عمليه طلب الترخيص من طرف الجهات المختصه خاصه الوكاله الحضريه والبلديه والعماله باش نديروا الترخيص بالاشطر ونوجدوا التترات للناس الوحده اللي بناو. وكنزيد ناكد بان الوكاله الشارفه بصرامه وبحزم يعني شديدين على انهاء هذه الصفقه اللي احنا تحددنا لها شحال اخت مريم، 4 شهور 6 شهور شهرين. تصور معي الصفقه اللي درناها باش نجهزوا 100 بقعه ديال هاد الناس والعديد منهم اللي واقف كيحتشوا باش ندوزوا في المحطه الاخيره. هو كنتمنوا ان شاء الله هاد المشروع اللي صرف عليه سيدنا اليسرو وبدعم السلطات الولائيه والاقليميه انه يباشروا البقع ديالهم يعني في مراحل النهائيه ديال التجهيز باش العمران دير صفقه اخرى ودير تجهيز ديال كل ما تبقى من البقع لهاد المستفيدين اللي كيحتجوا. اذا كانت عنده الفكره ديال انه نصيفطوا لاجونس اوربين لو بلان موديفيكاسيف باغ ترونش باش يمكن لهاد الناس واخا حنا كنجهزوا الارض يبداو يبنيو. وافكتيفمون حنا بصدد كنجهزوا كنجمعوا الملف باش يمكننا نصيفطوا لاجونس اوربين باش ترخص لهاد الناس يبنيو واخا حنا مازال كنكملوا التجهيز. اذا السؤال اللي اخير، الناس اللي مستافدوا داير اليوم واحد الوقفه احتجاجيه من خلال الروبورتاج اللي درنا معاهم، انهم كيقولوا هذه اول وقفه احتجاجيه ومن اليوم الوقفات الاحتجاجيه غادي تستمر وبشكل تصعيدي، اشنا هي الرساله والكلمه اللي تبغي تقول لهم؟ انا اللي بغيت نقول لهم رجاء تذكروا معي هذه ما يقرب على سنه ونصف وهما كيجيو للعمران ابواب ديالو مفتوحه، وعكس ما سبق يعني التصريح ديالو من طرف واحد العامل مهاجر بانه ما كيلقاش استقبال، انا عندي هنايا الشهادات وعندي المحاضر اللي نقول لك العشرات والعشرات ديال الاستقبالات وديال اللقاءات وديال الحوارات اللي الرساله الاساسيه بغيت ننبههم بانه المغرب كيتبدل بواحد الشكل كبير وبشكل عميق وبشكل حقيقي، وهذا الشيء عنده اراده سياسيه قويه يعني شرف عليها سيدنا وكل المسؤولين بالدوله واليوم المجتمع المدني. هذه الديناميه اللي كيدخل فيها انا بغيت يستمر بها ولكن بطريقه هادئه وبطريقه اللي هي حضاريه. اعتبر بان النتاج اللي وصلنا له حنايا من المنجزات راه حتى هما ساهموا فيه الوقت اللي كانوا كيجيو كيلتحقوا بالعمران بالكيفيه الاولى ديالها قبل ما يوصلوا للمحطه ديال الاحتجاجات. كنا عند الانصات وعند الاصغاء الجيد باش درنا هذا الشيء، باش يجينا حنا 22 سنه وجينا قلنا فيه بسم الله، لانهم جاو عندنا والله يحب العبد الملحه ولحوا طلبهم واكدوا على طلبهم. وطبعا لقاو استجابه ديال الاداره العامه ديال العمران والاداره المحليه ديال العمران والاطر ديال العمران، كنا دائما في وحلينا مشاكل عديده كانت عويصه بهذا الملف هذا اللي تصور معايا. لقينا الصعوبات الوقت اللي تجمعت الشركات اللي كونت عمران، انتم كتعرفوا المشكل اللي كان ديال الجميع ديال المؤسسات حيت الوثائق المصادقه عليها. تصور معي شهاده ديال المحافظه وديال التصميم التوبوغرافي من كتمشي مثلا واحد الاداره كيوقضى على الملف ولا ما عندناش الوثائق الاساسيه، وهذا الشيء كيعرفوه الرئيس ديال الجمعيه وكيعرفوه المنخرطين ومشاو معنا الادارات، وهذا الشيء اللي بغيتهم يصرحوا به، يصرحوا شهاده لله يعني ماشي شي حاجه اخرى، بغيناهم يصرحوا ويقولوا حتى العمران الله يحسن عوانه الصعوبات اللي لقى في المباشره ديالو ديال الملف. ورغم ذلك لم نفقد الامل باننا اشتغلنا على عده يعني واجهات بالتنسيق طبعا مع السلطه والعماله والمصالح الخارجيه على تترات باش نوجدوهم للناس، لا اللي ساكنين ولا اللي كيطلبوا دابا الرخصه ما عندناهمش يديروا وقفه احتجاجيه عليها، تترات من دابا كنفكروا فيهم، الشقق موجودين خص غير يمشي لهم، البقع راه قربوا يسالوا يتجهزوا باش يمشي ما تبقى من البرك، الوكاله الحضاريه كما قالت الاخت
اخت مريم راه مشى ليها باش كنشوفوا النظر على حسب القانون هاد الناس اللي كيحتجوا ماشي غير بداو التجهيز حتى يبنيو وكاين الامكانيه لذلك ولا اله الا الله. اذا اعتقد انا اعتقد بانه الناس خصها تنظر لهذا التغيير اللي ماشي فيه البلاد ويعملوا يد الله فيه يعني بالتعامل اللي هو شفاف واللي هو صادق واللي هو يعني مباشر. انا اعتبر العمران هو اليوم ما بغيتش انا شفتو واقفين ما بغيتش نقول لك الاجراء اللي درنا اليوم انا حقاش اللي درنا اليوم نقول لك راه حيت واقفين ما يمكنش واحد العمليه ديرها لانه الناس ما علمك على احتجاج وتنوض دير شي اجراء. هذا الصباح الملف يمشي للوكاله الحضريه الملف ديالهم ديال هذا ديال التترات ماشي انت ديال ماشي انت ديال الترخيص ديال الترخيص. انا كنقول لك راه 100 شقه المقاوله في عين المكان وقال لك بانه راه يمكن لي يحرقوا لي هذا المقاول اذا ما كرهتش شكون عرفتكم غادي تسجلوا ما كرهتش شكون عرفتكم غادي تسجلوا